السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله مع منهج كونكت بلس الترم الاول برايمري 1 او الصف الاول الابتدائي، والنهاردة ان شاء الله هنبتدي نشرح يونت 1 الوحدة الاولى This is me، هذا انا. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما عرفنا في الدرس اللي فات يا اصحابي ان منهج كونكت بلس بتاع الترم الاول بيتكون من تو سيمز او من محورين. سيم 1 او المحور الاول اسمه هو ام اي، من اكون، وبيكلمني عن نفسي وعن البيئة اللي حواليا وعن المجتمع بتاعي. ويونت 1 الوحدة الأولى اسمها This is me أو هذا أنا. وهنا في اليونت دي بنتكلم عن نفسنا، عن أجزاء الجسم بتاعتنا، وعن حاجات كتير تخصنا. وأول حاجة هناخدها في يونت 1 هي إزاي بقول لحد Hello 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 Hello، يعني أهلاً اهلا. هلو اهلا، هلو يعني اهلا. وبعدين بساله على اسمه وبقول له واتس يور نيم، واتس يور نيم يعني ما هو اسمك. مره كمان واتس يور نيم، فهو المفروض بيرد عليا وبيقول لي اسمه، فبيقول لي اي ام، وبيقول اسمه اي ام حسام، اي ام نهى، اي ام احمد. فبيقول I am وبعدين بيقول اسمه، فبقول له hello اهلا what's your name، ما هو اسمك. فهو بيرد علي وبيقول لي I am وبيقول اسمه. فبقول له بعد كده how are you، how are you، كيف حالك، how are you، كيف حالك. how يعني كيف، are you كيف حالك، how are you كيف حالك. فهو بيقول لي I am fine، فهو المفروض بيرد علي وبيقول لي أنا بخير، أنا كويس، I am fine أنا بخير، thanks شكرا لك، I am fine thank you أنا بخير شكرا لك، I am fine thanks أو I am fine thank you. فالمفروض إن احنا دلوقتي عرفنا إن احنا نعمل حاجة اسمها greeting أو نحيي حد أول مرة بنشوفه مثلا، فبنقول له hello، وبعدين بنقول له اسمك ايه، what's your name، وبعدين بنقول له how are you. المفروض ان هو بيرد عليا وبيقول لي اسمي كذا، بيقول لي I am ويقول اسمه، ولما بقول له how are you كيف حالك بيقول لي I am fine انا بخير، thanks او thank you شكرا لك. وفي الاخر خالص يا اصحابي واحنا ماشيين وهنسيب بعض بنقول لبعض goodbye، goodbye يعني مع السلامة، goodbye goodbye يعني مع السلامة. ممكن وانا بتكلم عن نفسي اقول انا ولد، I am a boy، I am a boy، I am a boy يعني انا ولد. طب لو انا بنت بقول ايه، I am a girl، I am a girl، I am a girl يعني انا بنت. تاني جزء يا أصحابي في درس النهاردة وهو جزء مهم جدا لازم نبقى عارفينه كويس، هو parts of the body. parts of the body، parts يعني الأجزاء، parts يعني أجزاء، of the body الجسم. النهاردة هنتكلم عن أجزاء جسمنا ونعرف أسماءها إيه بشكل صحيح. أول حاجة يا أصحابي عايزين نعرفها هي eye، eye يعني عين، eye E Y E يعني عين، عين واحدة يعني I. طب عينين اتنين يعني ايه، بنحط S بعد I بتبقى Eyes، ودي اسمها S الجمع بتبقى اسمها أعين، أكتر من عين، وأكتر من واحد in English language أو في اللغة الإنجليزية يعتبر جمع. يبقى I هي عين واحدة، لما بحط لها S بتكون eyes، eyes يعني عيون أو أعين أكتر من عين. فلما أجي أشاور على عيني أقول this is، هذه هي my
I my I يعني عيني. my هنا أداة ملكية بتقول إن الحاجة اللي هتكلم عنها دلوقتي ملكي بتاعتي. this is هذه هي my I عيني. وهنا لازم نتكلم يا أصحابي عن أدوات الإشارة وإحنا كنا خدناها السنة اللي فاتت، هنفكركوا بيها مع بعض. أول حاجة لما باجي أشاور على حاجة واحدة قريبة مني في المكان أو حتى موجودة في جسمي بقول عليها this is، هذا أو هذه، هو أو هي. يبقى لما بشاور على حاجة واحدة قريبة مني في المكان أو شخص واحد قريب مني في المكان بقول عليه this، هذا أو هذه. طب لو أكتر من شخص أو أكتر من حاجة موجودة قريبة مني في المكان بقول عليها this، وبقول بعد منها are. this بيجي معها is لأن is هنا يكون للمفرد. are بتيجي مع this لأن this هنا جمع بتقول هؤلاء لأن هي بتشاور على جمع، و are هنا معناها يكونوا. فلما باجي أشاور على شخص واحد أو حاجة واحدة قريبة مني في المكان بقول عليها this وبيجي معها is يعني هذا أو هذه، هو أو هي. لكن لما بشاور على مجموعة حاجات أو مجموعة أشخاص قريبة مني في المكان بقول عليها this وthis بيجي معها are. this يعني هؤلاء و are طبعا يكونوا. these are هؤلاء يكونوا. مرة كمان this is هذا أو هذه، هو أو هي. وthis are هؤلاء يكونوا. وطبعا الأداتين دول اسمهم أدوات إشارة. لما بشاور على حاجة واحدة قريبة مني في المكان بقول عليها this is، لما بشاور على مجموعة حاجات قريبة مني في المكان بقول عليها this are. وطبعا مفيش حاجة أقرب مني أكتر من جسمي، فلما باجي أشاور على جزء في جسمي لو جزء واحد بقول عليه this is، ولما بشاور على مجموعة أجزاء في جسمي مع بعض بقول عليها these are. فنرجع لعيننا، لما بنشاور على عين واحدة من أعيننا بنقول عليها this is. وطبعا my زي ما قلنا هي أداة الملكية اللي معناها ملكي. my eye يعني عيني. this is my eye، هذه هي عيني. طب لو بشاور على عيني الاثنين بقول عليهم these are my eyes. eyes حطينا لها اس الجمع علشان نقول ان هي عيني الاثنين. مرة كمان these are my eyes. قولوا معايا يا اصحابي these are my eyes. وطبعا لما باجي اقول ان انا عندي او انا املك بقول I have. فلما أقول أنا عندي عينين اتنين بقول I have two eyes. وخلوا بالكم يا أصحابي إن منهج Connect Plus من الكونتنتس بتاعته أو المحتويات بتاعته كل يونت بيبقى فيها جزء خاص بالماس أو بالرياضيات، بيفكرنا كده ببعض المعلومات الخاصة بالماثماتكس أو الرياضيات. طبعا ده إلى جانب الماس أو الرياضيات المقررة علينا في منهج Discover. فهنا لما اجي اقول ان انا عندي عينين اتنين بقول I have two eyes. I have two eyes. انا املك عينان او انا عندي عينان. نتنقل لتاني part في جسمنا اصحابي هنتكلم عنه النهاردة وهو ال ear. ال ear او الاذن. ear. ear يعني اذن. ear. E-A-R. ear يعني اذن. طب لو عايز اقول اكتر من اذن اذان يعني بحط لها اس الجمع شاطرين، يبقى بتبقى اسمها ears. ears يعني اذان اكتر من اذن. لما باجي اشاور على اذني بقول this is my ear. بقول ايه this is my ear شاطرين. طب لو بشاور على اذني الاثنين بقول these are my ears شاطرين. these are my ears شاطرين يا حبايبي. ولما اجي اقول انا عندي اذنان اسنان بقول ايه I have two ears. I have two ears شاطرين كلكم. ونتنقل لتالت جزء وهو النوز. النوز او الانف. nose يعني انف.
nose يعني أنف. وطبعا لما باجي أشاور على أنفي بقول this is my nose. This is my nose. مرة كمان this is my nose. وبما أننا ما عندناش غير أنف واحدة أو one nose فبنقول I have one nose. I have أنا أملك أنا عندي one nose أنف واحدة. مرة كمان I have one nose. ونروح للبارت اللي بعد كده اللي هو الماوس أو الفم. طبعا لما باجي بشاور على فمي بقول This is my mouth. This is my mouth. شاطرين. وطبعا يا أصحابي جوه الفم بتاعنا في حاجة اسمها أسنان. طب السن الواحدة اسمها ايه؟ اسمها توس. توس. توس يعني سن اللي هي سنة واحدة. T-O-O-T-H. توس. طب جمعها ايه؟ جمعها تيس. تيس. تيس يعني أسنان. T-E-E-T-H. ولازم ناخد بالنا هنا يا أصحابي ان احنا ما حطيناش لتوس اس الجمع لان هي ليها القاعدة بتاعتها لوحدها. توس يعني سن واحدة. T-O-O-T-H الجمع بتاعها بيكون اسمه تيس. تيس يعني أسنان. T-E-E-T-H. وطبعا تيس يعني أسنان. وطبعا لما باجي بشاور على أسناني بقول ايه يا أصحابي؟ أسنان يعني جمع. تيس يعني جمع أكتر من سن. بنقول عليها this is ولا these are. شاطرين كلكم. بنقول عليها these are my teeth. These are my teeth. مرة كمان these are my teeth. هذه هي أسناني. وبعد كده لازم نكون عارفين الشعر بتاعنا اسمه ايه. شعرنا اسمه hair. 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 H-A-I-R. hair. hair يعني شعر. لما باجي اقول انا عندي شعر طويل بقول I have انا املك long hair. long طويل. hair شعر. شعر طويل. I have long hair. مرة كمان I have long hair. طب لو انا ولد مثلا ومقصر شعري فبقول I have short hair. short يعني قصير وhair يعني شعر. I have short hair. مرة كمان I have short hair. وطبعا زي ما احنا عارفين ان ال H بتتنطق كأنها حرف ال H. قلنا hair. ممكن نلاقي بارت تاني في جسمنا بحرف ال H. ايوة طبعا زي مثلا hand. hand يعني يد. hand. ايدنا اسمها hand. وجمع hand بنحط لها اس الجمع بيبقى اسمها hands. hands يعني ايدي. hands يعني ايدي اكتر من ايد واحدة. وطبعا لما باجي بشاور على ايدي بقول this is my hand. this is my hand. هذه هي يدي. طب لو عايز اشاور على ايدي الاثنين بقول these are my hands. these are my hands. These are my hands. شاطرين. طب درعنا اسمه ايه يا اصحابي؟ درعنا اسمه arm. arm يعني ذراع. arm. arm يعني ذراع. arm. arm يعني ذراع. طبعا لما باجي بشاور على ذراعي بقول this is my arm. طب لو عايز اتكلم عن دراعاتي الاثنين بقول these are my arms. شاطرين كلكم. طب رجل. رجل يعني ايه يا اصحابي؟ رجل يعني leg. 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 leg يعني رجل. L-E-G. ورجلين يعني legs. legs يعني ارجل اكتر من رجل. لما باجي بشاور على رجلي بقول this is my leg. this is my leg. ممكن كمان اقول I have two legs. I have two legs. شاطرين. طب رجلنا فيها جزء من تحت اللي هو اسمه القدم. القدم اللي هي
foot F-O-O-T foot يعني قدم واحدة جمعها feet feet يعني أقدام حتى كرة القدم اسمها football football يعني كرة القدم يبقى زي ما قلنا على tooth و teeth foot foot يعني قدم واحدة وجمعها feet feet F-E-E-T يعني أقدام طب رقبتنا يعني إيه يا أصحابي؟ رقبتنا يعني neck N-E-C-K neck 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 يعني رقبة لما باجي أشاور على رقبتي بقول This is my neck This is my neck مرة كمان This is my neck طب وجه وجه يعني إيه؟ وجه يعني face face F-A-C-E face 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 لما اجي اديلك order واقولك wash your face wash يعني اغسل your face وجهك wash your face ودي طبعا حاجة اسمها instructions instructions او تعليمات انا ممكن اديلك تعليمات واقولها لك تعملها مثلا لو انا بمتحنك مثلا واشوف انت فاهم اللي انا بقوله ولا لأ فأقول لك wash your face فأنت تعمل نفسك بتغسل وشك wash your face ممكن كمان أقول لك turn turn يعني يدور يعني يلف turn فلما أقول لك turn around turn around يعني turn around ممكن كمان أقول لك touch touch يعني يلمس touch touch يعني يلمس لما أقول لك touch your nose يعني المس أنفك touch your nose يعني المس أنفك وطبعا لما اجي اسلم على حد بايدي ده اسمه shake hands يعني يتصافح بالايدي وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا ال sh قريناهم sh 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 زي حرف الشين في اللغة العربية وعندنا هنا على القناة فيديوهات خاصة بالفونكس او الصوتيات بتعلمكم نطق الحروف المختلفة جميلة جدا لو حابين ترجعوا لها وتعرفوا ازاي بتنطقوا الحروف المختلفة تقدروا تتفرجوا عليها وهتلاقوها موجودة في قائمة التشغيل فزي ما قلنا shake hands يعني يتصافح بالايدي ممكن كمان لما اقولك brush brush لوحدها بمعنى فرشة لما اقولك brush your teeth brush your teeth يعني فرش أسنانك يعني اغسل سنانك بالفرشاة brush your teeth brush your teeth لما أقول لك سرح شعرك بالمشط مشط يعني comb comb C-O-M-B والبي هنا silent طبعا زي ما قلت لكم تقدروا ترجعوا للدروس الفونكس اللي بتعلمكم امتى الحروف بتبقى silent وامتى ما بتبقاش silent هتلاقوها موجودة على القناة تقدروا تتفرجوا عليها بمنتهى السهولة فلما أقول لك سرح شعرك بالمشط يعني comb your hair comb your hair comb your hair وكمان لما أجي أقول لك clean clean يعني نظف clean your room يعني نظف أوضتك دي برضو instruction ممكن أقولها لك تعليمات ممكن أقولها لك وممكن أقول لك كمان clap clap يعني يصفق clap clap your يعني يصفق لما أقول لك سقف بإيدك أقول لك clap your hands clap your hands يعني سقف بإيديك clap your hands ممكن كمان وانا بقولك الانستراكشنز او التعليمات دي وانا بختبرك اشوفك فاهم انا بقول ايه ولا لا اقولك stand up stand up stand up stand up يعني قف عكسها على طول sit down sit down sit down sit down يعني اجلس ولما اجي اقولك مثلا اسمع للمعلم بتاعك هقولك listen to your teacher listen to your teacher يعني اسمع للمعلم بتاعك listen to your teacher ولما اقولك احسنت يعني عملت عمل جيد اقولك well done well done well done يعني احسنت ممكن كمان اقولك sing a song sing يعني يغني وسونج يعني أغنية sing a song يعني غني أغنية ودي كانت آخر حاجة في درس النهاردة أتمنى أن أنت تكون استفدت أتمنى كمان أن أنتوا تحفظوا كل البادي بارتس اللي احنا قلناها النهاردة والجمل اللي عليها تكونوا عارفينها كويس ولو استفدت من الدرس اعمل لايك
أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.